حاسس ان في شويه تفاؤل كده بداوا ان هم يظهروا من بعيد بالنسبه لجمهور برشلونه بمناسبه قدوم تشافي لتدريب الفريق. عايز اتكلم معاك كده في ملف انا بصراحه بنساه كل ما اجي اتكلم على برشلونه، وهو الاسطوره عثمان ديمبيلي واصابات عثمان ديمبيلي. وعثمان ديمبيلي حضر لنا سبرايز كبير جدا، اللي هو عثمان ديمبيلي راجع من الاصابه لمده 5 شهور، اول ماتش لعبه عدى على خير، تاني ماتش لعبه بقى راح متصاب. برشلونة اعلنت ان عثمان ديمبيلي اتصاب في التمرينات وما كانش جاهز لماتش امبارح. طب نخلص بقى على كده؟ لا، ما في اخبار جايه من بعيد بتقول لك ايه بقى، ان برشلونة بقاله شهرين بيجري ورا عثمان ديمبيلي ووكيله عشان خاطر عايزين يجددوا له، وعثمان ديمبيلي هو اللي بيماطل والوكيل بتاعه مش راضي ان هو يجدد مع برشلونة. خزان احزان والله يا اسطى اللي بيحصل عندنا في النادي ده. يعني موضوع سيرجيو روبرتو قعدنا ندعي ان الموضوع يتفركش وان سيرجيو روبرتو ما رضاش يجدد وان النادي ما رضاش يجدد له، خلصنا وعدينا. نخش في عثمان ديمبيلي، عايزين تجددوا ديمبيلي يا ولاد الجزمه، ده ديمبيلي من يوم ما جه وهو بيتعور اكتر ما بيلعب، ومش دي المصيبه، المصيبه ان هو اللي بيهرب. يا نهار اسود ومنيل، احنا للدرجه دي وصلنا للمرحله السيئه دي؟ لعيب فاشل عندنا وبيتصاب اكتر ما بيلعب وبنتحال عليه يجدد وهو مش راضي يجدد، ده غير الاسطوره الوهميه سيرجيو روبرتو صاحب هدف الريمونتادا اللي ريدو ما سجله، عمال يتنطط علينا وفي الاخر يقول لك ايه؟ والله تشافي هيجي يعدل المايله. يعدل ايه يا باشا؟ انا هي كلها اساسا اتهدت، مايله خلاص ما بقتش مايله، دي اتهدت من زمان يا باشا، بس انت اللي لسه مصمم ان هي مايله. افكار اداره برشلونه بتقول ان اي مدير فني هيجي برشلونه هياخد على عينيه، لان الاداره هي اللي بتدير كل حاجه جوه الفريق، ده بتدير المدير الفني هيلعب ازاي يا اسطى؟ يا اسطى انت فاهم ان سيرجي ده كان بيلعب بمزاجه بالاربعه في نص الملعب؟ يعني سبحان الله، اخوان لابورتو كان بيقول ان هو نفسه يشوف بوسكيتس وفرانكي وجافي ونيكو في الملعب، والراجل جه حطهم كده بالصدفه البحته، وفي الاخر لما نيجي نتعاقد مع تشافي تقول لي انا متفائل؟ يا اسطى اديني ربع التفاؤل اللي عندك ده عشان افهم انت جايبه منين بصراحه.